الثانوية كما قلتي ملفات تقارير كيصدروا فيهم اختلالات ذات طابع جنائي وما كيكونش تحريك ديال المتابعه، في حين انه كنشوفوا ديك الخط الاخضر كتكون دار شواب ديال 5000 درهم، الناس كيتشدوا كيدوزوا داخل المحاكمه. هنا غنرجع للقضيه ديال الريع ديال المكاتب ديال الدراسات اللي كانت تابعه للاحزاب، يعني بالدليل القاطع كاين فساد، كاين تبديد ديال المال العام، كاين الوزيعه في المال العام، طرف اسماء سياسيه معروفه، داكشي داز زعما عادي ما سمعنا لا تحركات متابعه. كيفاش كتفسر التناقض هذا؟ ما يمكنش نحاربوا نوع صغير ديال الفساد في المقابل نتعاملوا على نوع كبير ديال الفساد دي عنده قبعه سياسيه ولا حزبيه. ملي عطيتك الرقم ديال 400 مليار درهم راه هضرنا يعني على الفساد الكبير. اولا غير باش نقول واحد المساله اساسيه، في مجموعه من التصريحات وفي مجموعه من المطالب والمذكرات ديالنا قلنا ودي لا يعقل اي واحد الاجراء بسيط. مجلس على الحسابات ملي كيدير التقرير ديالو الملفات ذات الطابع الجنائي، السيد الوكيل العام لدى المجلس كيحيل على المؤسسه القضائيه وزاره العدل سابقا، من بعد ملي ولات عندنا استقلاليه ديال القضاء ولات كتحال على النيابه، استقلاليه ديال النيابه العامه. النيابه العامه ملي كتجي تشوف تصريحات بعض المرات ديال السيد رئيس المجلس على الحسابات كتعطي بعض الارقام، بلا ما نعرفوا الملفات بلا ما نعرفوا فين وصلات، يمكن في اطار سريه الابحاث مزيانه، ولكن على المستوى الواقعي انا شخصيا ما تعرفش شكون هاد الملفات اللي تحلت ولا فين وصلات. بالمقابل كنكونوا جالسين كنسمعوا جمعيه تعطي مثال هزات واحد الملف من تقرير مجلس الحسابات دينا للمؤسسه القضائيه نوضناها الى لا بداو التحقيقات. دابا ما يمكنش هاد الدوله تبقى تخدمنا حنا نقافات. المفروض انه خرج تقرير مجلس الحسابات تدار لجنه مشتركه ما بين المجلس على الحسابات والنيابه العامه وتيدرسوا ذوك الملفات ويعطيهم شنو 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 الادله الاول ملف متكامل وتبدا التحقيقات بشكل اوتوماتيكي. انا كمجتمع مدني دوري التحسيس والتنبيه والبحث على الملفات الجديده، ماشي نمشي نخدم على الملفات القديمه، لان هذيك شغل ديال المؤسسات ديال الدوله اللي كتخلص عليها، والا تتولي واحد المؤسسه هي كتضيع لنا المال العام، بدل ما تحمي المال العام كتولي تضيع تبديل المال العام.